مش مجرد جريمة اغتصاب أو تحرش أو هتك عرض أو قتل، هو كوكتيل من الجرائم اللي بيخليها من أصعب وأقسى وأفظع الجرائم اللي ممكن تسمعوا عنها في حياتكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة، وحكم جديد بتأيده محكمة النقض في جريمة من أصعب الجرائم اللي ممكن تسمعوها في حياتكم. تفاصيل الجريمة أنا هقولها لحضراتكم وبعدين هقول لكم على الحكم النهائي اللي وصل ليه المجرم. البداية كانت في منطقة في محافظة الجيزة اسمها أسيم، في قرية صغيرة، والحدث ده حصل في أبريل 2018. عاطل بيروح لقرية من القرى اللي موجودة في مركز أسيم وبيرتكب جريمة. يعني هو لو قلنا بقى التعبيرات المستهلكة، تشيب لها الرؤوس ومش تقشعر لها الأبدان والمش، كل ده ما يوصلش لدرجة البشاعة اللي تم بيها ارتكاب الجريمة في حق ملاك من الملائكة داخل دار عبادة، داخل مسجد. كلنا شفنا الفيلم زمان بتاع فريد شوقي وهدى سلطان لما دخل الجامع ورايح يضربها فسمع الأذان سكت علشان حالة خشوع واحتراما للأذان وإنه في المسجد، واكتشف إنه موجود في الجامع، فحصل حالة من يعني الهدوء وحالة من السكينة واستسلم. وراح تخيلوا بقى لما توصل المسألة بقاتل زي ده يعمل ده في بيت الله في دار عبادة. المهم عشان ما اطولش على حضراتكم لان الموضوع صعب جدا في تفاصيله، كان كالتالي: طفلة عندها 5 سنين بتلعب في الشارع، ملاك اسمها ميادة عندها 5 سنين بتلعب مع اخوها في الشارع، يروح جاي العاطل البغل ده اللي صورته دي، فيروح يستدرج العيلين دول ويقول لهم تعالوا في الجامع، ندخل الجامع هجيب لكم حلاوة واجيب لكم مش عارف ايه. الطفلين دخلوا جوه المسجد، قعد يلعب معاهم شوية وبعدين ضحك على الولد الطفل الصغير واستدرجوا كده لغاية ما خرج بره باب المسجد. في تفاصيل القضية هو متعمد وعاقد العزم على الجريمة القذرة اللي رايح يعملها في بيت الله في دار العبادة في المسجد. المهم كان طبعا التوقيت ده ما فيش مصلين ما بين الصلاتين، يعني الدنيا هادية، فبيضحك على الولد الصغير وبيديله فلوس ولا حاجة وبيقول له روح انت بقى هات حلاوة. قال له اختي فين؟ قال له ده اختك طلعت برة خلاص، سبقتك راحت هي كمان تشتري حلاوة، روح انت كمان اخرج. وراح مزحلق الولد، استدرج مين؟ استدرج الطفلة عند دورة المية، عند الحمامات بتاعة المسجد. كان معاه سلاح في التوقيت ده، كان معاه سكين. فالمهم زحلق الولد وراح قافل الباب بتاع المسجد وراح داخل بالراحة كده عند البنت، مدخلها ناحية الحمامات وراح مدخلها جوه حمام من الحمامات وراح قافل عليها وبدأ يقل: يا حبيبة قلبي يا بنتي. وبدأ للطفل الـ5 سنين، 5 سنين يا جماعة انتم متخيلين يعني ايه؟ فدخل الطفل 5 سنوات في المسجد في دورة المية في الحمام، وبدأ يجرد الطفلة دي من هدومها. فالبنت اتفاجئت، بتبص لقت حمام ومقفول عليها وبغل زي ده، وبتتفاجئ بانه حد بيقلعها البنطلون بتاعها والهدوم بتاعتها، راح يوقعها، راح يغتصبها في المسجد. الطفل، انا نفسي افهم سيكولوجية الكائن اللي من الكائنات دي اللي يحصل لك نوع من الإثارة على كائن 5 سنوات. يعني هي فيها ايه يغريك؟ يعني فيها ايه هيمتعك؟ فيها ايه هيأدي بيك الى حالة من الزفت؟ يعني دي 5 سنوات. يعني دي حصل انه دخل عليها وبعدين بدأ يجردها من هدومها. البنت طبعا اتخضت، لقت نفسها الدنيا مقفولة عليها وواحد بيقلعها هدومها وبيقلع هدومه وفي مش عارف ايه. صرخت البنت مرة، صرخت التانية، كتب انفاسها مفيش، فطلع السكينة اللي معاه حبيبة قلبي وذبحها. تخيلوا في المسجد طفلة 5 سنوات بعد وقعت اغتصاب، البنت بتصرخ بفطرتها البسيطة خافت، فبيروح مسكها وبيذبحها، بيسيبها جثة يا حبيبة قلبي هامدة في قلب الحمام وسايحة في دمها.
ألف رحمة ونور على أهلها بيها، يعني ربنا يصبر قلوبهم. الحادثة دي حصلت 2018 شهر أبريل، اتمسك الراجل ده في شهر نوفمبر بعدها بحوالي 3-4 شهور، وتم تقديمه للمحاكمة يعني، واتحكم عليه بالإعدام، أخذ حكم إعدام في يناير 2019 واستمرت. طبعا احنا عارفين طبعا انه الله يكون في عون طبعا المحاكم بتاعتنا، احنا عددنا يعني 100 وشوية مليون، ونسبة الجريمة مرتفعة، وفي أمور كتير قوي بتشغل المحاكم وضغط كبير عليهم، بالإضافة لكمان لأن القوانين الوضعية بتاعتنا بتحتاج لدرجات تقاضي كتير علشان طبعا في النهاية يكون الحكم عادل، فبياخد وقت. الموضوع أخد وقت من نص 2018 ل 2019 2020 لغاية ما النهاردة بيصدر الحكم النهائي. طبعا هو صدر حكم بالإعدام من محكمة جنايات الجيزة، تم النقض عليه، ولكن محكمة النقض بتؤيد وبشكل نهائي بات الحكم بتاع محكمة جنايات الجيزة بتحويل أوراق قاتل الطفلة ميادة بنت الخمس سنوات من بعد فشلوا في اغتصابها أو اللي عملوا معاها يعني ودبحها، بيتم تحويل أوراق المفتي للتصديق على حكم الإعدام نهائي خلاص. لسه متناولين برضو قضية سفاح الجيزة اللي قتل برضو 4 وكان مصيره برضو في النهاية حكم الإعدام من بعد مشوار طويل جدا من القتل وجرائم القتل المتتالية اللي كانت ورا بعضها يعني. كتير جدا من قضايا التحرش بالأطفال اللي حصل في الفترة الأخيرة كان مصير الناس اللي فيها اللي أخذ مؤبد واللي فشل في اغتصاب الطفلة. شفنا طبعا أكتر من حادثة طبعا كان فشل في اغتصاب الطفلة وبعدين قتلها طعنها خنقها وا 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 لغاية ما بيكون مصير اللي بيعمل ده مصيره الإعدام. حالة من الجهل وحالة من الشيطان بيعمى عينيهم، شيطان نفسهم قبل ما يكون الشيطان اللي بيوسوس لهم غريزتهم بتقودهم. معرفش طبعا لازم أساتذة الاجتماع ولازم علماء الجريمة لازم يتدخلوا، لازم الدولة تتدخل علشان يشوفوا تفشي حالات التحرش والاغتصاب وقتل الأطفال في الفترة الأخيرة. حالات الاغتصاب برضو في حق طبعا البالغين كترت شوية، مش بس في حق الستات أو البنات ولكن في حق الرجالة. هو ارتفاع معدل الجريمة بشكل عام ده له أثار سلبية كتير قوي على المجتمع. احنا ناقشنا كتير جدا في حلقات برنامج المحاكمة قضايا من النوع ده، وبنتمنى انه الدنيا تخف شوية والدنيا تستقر شوية والناس تعقل شوية، ولعل الحكم الرادع، وانا شايف يعني مفيش اردع او مفيش حكم رادع اكتر من فكرة الاعدام. الناس بتفقد حياتها، ناس بتاخد مؤبد وتقضي باقي حياتها في السجون. فأتمنى أنه الحلقات اللي بنعملها وبيان مصير الجناه والمجرمين في القضايا دي يكون رادع بالنسبة لناس كتير قوي قبل ما يفكروا يرتكبوا أي جريمة من أي نوع. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، إن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من المحاكمة. دمتم بخير، مع السلامة.